على حاضرينكم الفوم من مباراة الغد ان شاء الله، ولا ان شاء الله نكونوا حضرنا كما يلزم. معناتها راك تشوف ظروف كل ملائمه، ان شاء الله نبرهنوا هذا في المباراه القادمه، وان شاء الله ربي معنا نروحوا بالانتصار من هنا باش ننظموا التاهل ان شاء الله في صفاقس. كنا حاطين في قلوبنا باش نجيبوا الكاليفيكاسيون ان شاء الله من كينيا، وبقدره ربي الاجواء جيده، اللاعبين الكل حاضرين ان شاء الله باش نجيبوا الكاليفيكاسيون من هنا، وان شاء الله ربي معنا. والله اللي الكل حاضر، حضرناكم في الماتش اللي سقس معه في افريقيا، والاجواء طيبه وان شاء الله ربي معنا. جينا انا عازمين ان شاء الله على سكور بي، عرفت نروحوا بيه ان شاء الله الماتش الروتور، نساعد على رواحنا. وكما تشوف معنا جونا بي، ظروف الاقامه بي ان شاء الله، كما قلت لك غدوه نبدا حاضرينكم يفوا ونروحوا بنتيجه بي من هنا ان شاء الله.